مع بداية موسم الحج في كل سنة بيتوافد آلاف العمال من خارج المملكة العربية السعودية وداخلها لأداء الشعائر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة للعمل في مهن بيفرضها الحاجة الموسمية لخدمة ملايين الحجاج واللي شايفين إنه مصدر دخل موسمي وباب رزق مؤقت ليهم. تفتكروا إيه هي شروط الحصول على فرصة العمل في المملكة العربية السعودية ضمن العمالة الموسمية لموسم الحج، وإزاي تقدر تقدم، بالإضافة لتفاصيل الأجور وقيمة زيادة المنح والبدلات والحوافز التشجيعية؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقتنا النهاردة. خليني أقولك إن المملكة العربية السعودية بتستقبل سنوياً حوالي من 1400 ل 2000 عامل مصري في موسم الحج، وده من خلال لجنة خصصتها السعودية لاستقبال العمالة تدعى لجنة تأمين العمال، اللي بتقوم بدورها وتوزع العمالة دي على أكتر من 16 منفذ من منافذ الحج البرية والبحرية والجوية، وبينافس السنة دي آلاف من العمالة المصرية واليمنية على الوظائف الموسمية اللي طرحتها الجهات الحكومية المشرفة على الحج. وطبعا بتتصدر العمالة المصرية قائمة العمالة الوافدة من الخارج خلال موسم الحج، وده نتيجة إتقانهم لعملهم ومهارتهم. وأعلنت اليوم وزارة القوة العاملة إنها أبرمت اتفاق بشأن تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية للسعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام الجديد 2023، وقالت إنه تم الاتفاق على مستويات الأجور وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية. كمان أكد الوزير إنه مش هيكون في هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج والعمالة المخالفة اللي مش هتلتزم بكافة الشروط والإجراءات، هيتم التوافق عليها في اللجنة المشتركة اللي تم تشكيلها مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج. وبتحرص مصر سنوياً على الاهتمام بتنظيم سفر العمالة المصرية للعمل والمشاركة في موسم الحج لهذا العام، وده اللي بيضع شركات العمالة في المجال ده أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهدها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وده لأن الشركات المخالفة بيتم حرمانها من المشاركة في المواسم القادمة في حال مخالفتها للإجراءات المتفق عليها. طيب إيه بقى نوع العمالة المطلوبة؟ سألنا عادل حنفي المتحدث باسم اتحاد المصريين بالخارج اللي أكد لينا إن المهن المطلوبة للعمل في موسم الحج تتمثل في سائقين وجزارين وعمال مجازر وحلاقين وعمالة مطارات، وإن الرواتب بتتراوح ما بين 1500 ريال ل 3500 ريال سعودي، واللي بتختلف بحسب الخبرة ونوع الوظيفة. طيب إيه بقى الأوراق المطلوبة؟ تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في جواز سفر ساري لمدة 6 شهور وصحيفة حالة جنائية وصورة بطاقة الرقم القومي وفحوصات طبية وشهادة موثقة بتطعيمات فيروس كورونا. وبتقدم السلطات السعودية كل التسهيلات للتأشيرة للعمالة المصرية بالسفر لأراضيها للعمل في الحج، اللي طبعا مشتاقين للسفر ولخدمة بيت الله الكريم بعد انقطاع دام أكتر من عامين بسبب جائحة كورونا. قولولنا بقى، هل تتمنوا تسافروا وتخدموا ملايين الحجاج ويكون ليكوا باب رزق وكمان أجر من المولى العظيم؟